بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أهلا بحضراتكم في إطلالة قانونية جديدة. كنا قد توقفنا في الإطلالة القانونية السابقة على أن هناك مقترح قانوني يتطلب تدخل سريع من المشرع المصري لحين صدور حكم في دعوى عدم الدستورية المشار إليها في الإطلالة القانونية الأولى. واسمحوا لي حضراتكم قبل الحديث عن هذا المقترح أن نذكر بعض الحقائق. نمرة واحد، حق المسكن هو حق طبيعي ومن الحقوق الدستورية التي كفلها الدستور في المادة 78. نمرة اثنين، أن القرارات الإدارية بصفة عامة هي أقل درجة بل درجات من الأحكام القضائية من حيث القوة التنفيذية. نمرة ثلاثة، أنه لا توجد لدى الجهات الإدارية ثقافة سحب القرار إذا تراءت لها بعد صدور قرار الإزالة أن هذا القرار غير صحيح أو باطل أو مخالف للقانون، فما عهدنا ذلك من قبل. نمرة أربعة، أن تنفيذ قرار الإزالة لعقار ما حتى مستوى سطح الأرض مكون من عدة طوابق ثم يصدر بعد ذلك حكم من القضاء الإداري بإلغاء قرار الإزالة أشبه بتنفيذ حكم الإعدام في شخص تظهر براءته بعد ذلك لأي سبب من الأسباب، لأن هذا الحكم لن يعيد إلى الحياة مرة أخرى. نمرة أربعة، الضرر الأدبي أو المعنوي لا يجبره أي تعويض مادي مهما بلغت قيمته. أما عن المقترح القانوني فهو أن يعطى للشخص الصادر ضده قرار الإزالة الحق في الاستشكال في قرار الإزالة، وأن يكون لهذا الاستشكال أثر واقف بمجرد رفعه لحين صدور حكم من القضاء الإداري في الطعن في قرار الإزالة، أسوة بالأثر الواقف للإشكال في الأحكام القضائية. فلأنه لا يعقل أبدا أن يكون هذا الأثر الواقف موجود في الاستشكال في الأحكام القضائية بصفة عامة ولا يكون موجود في الاستشكال في قرارات الإزالة. ولا نبالغ إذا طلبنا بأن يكون هذا الأثر الواقف ممتد منذ تاريخ التظلم، يبدأ منذ تاريخ التظلم من هذا القرار أمام الجهة الإدارية مصدرة هذا القرار، وذلك تفاديا للمخاطر والأضرار التي قد تلحق بالشخص الصادر ضده قرار الإزالة وينفذ فيه قرار الإزالة ثم يصدر له بعد ذلك حكم من القضاء الإداري بإلغاء هذا القرار. ولأن التعويض المادي كما ذكرنا مهما بلغت قيمته لا يجبر الضرر الأدبي أو المعنوي اللي احنا بنلخصه في السبعة. وإلى لقاء في حلقة قادمة في إطلالة قانونية جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.